بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عاد إلينا مرة أخرى من أجل أن نتعلم على يديه. والعالم إخوتي في الإسلام لا يعلم الجاهل فقط، بل إنه ينبه الغافل، وقد يرشد الضال فيهتدي على يديه الكثير من الضلال، ويتوب على يديه الكثير من العصاة، وتنكشف أمور كثيرة جدا لا يستطيع المرء أن يعرفها أو أن يتبينها إلا إذا سمع إلى أهل العلم والعلماء. وشيخنا بفضل الله تعالى نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، لأنه كان من أول الدعاة لهذه الدعوة المباركة التي تربينا على أيديهم وتعلمنا على أيديهم. وبفضل الله تعالى كان حظ مطروح الحظ الأوفى من هذا العلم، لأن أهل مطروح ما تلقوا العلم فقط، ولكن تلقوا العلم وطبقوه، وسادت بينهم هذه العقيدة الصافية، عقيدة السلف، وهذا العلم النافع، علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن هنا نفتخر عباد الله بأن ولله الحمد تجد النجع كاملا، رجاله ونسائه وشبابه وبناته وصبيانه، على عقيدة واحدة هي عقيدة السلف. بل تجد الجمهور الغالب والحمد لله ينتمي لهذه الدعوة المباركة، ولا يعرف غير هذه العقيدة الصافية. فباسمكم نرحب بشيخي ومعلمي ومربي أبناء هذه الدعوة الشيخ أحمد فريد، فليتفضل مشكورا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يصوب قوله وأن يسدد رأيه وأن يجعل كل ذلك في ميزان حسناته. فليتفضل، جزاه الله خير. طيب، إن شاء الله بين يدي الشيخ إن شاء الله حدثنا شيخ آخر ربما سمعنا عنه ولم نراه، وهو الشيخ أحمد شريف، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يتجدد العهد كما سمعتم من شيخي الفاضل وأخي الأكبر فضيلة الشيخ محمد غلاب حفظه الله تعالى، يتجدد العهد والتواصل والود والحب والقرب والنصح والتذكير والوعظ والموعظة بين أبناء هذه الدعوة وبين أشياخها. وقبل أن أقول ما أريد أن أقول، كنت أعجب والله وأستغرب من أخي وحبيبي وشقيق روحي ورفيق دربي فضيلة الشيخ محمد أيوب الشلح رحمه الله، عندما كان يقضي وقتا طويلا من عمري في هذه البلدة في النجيلة وفي المثاني، وأستغرب أن يترك الأماكن هناك ويجلس هذه السنوات رحمه الله تعالى. وكنت لم أنزل هذه البلاد بعد قط، فتيقنت وتأكدت لماذا كان يحب ويرغب في البقاء في مثل هذه الأمصار والبلدان. وبين هذه الوجوه سمعت كلمات ورأيت وجوه
وصحبت رفقاء في الطريق بلاد بأسرها على عقيدة صافية، على منهج واحد، أخلاق ظاهرة، ودين باهر، وأمر ظاهر، ذلك من فضل الله عز وجل على خلقه وعلى عباده. وأما الأمر الثاني، نحن نتعلم من أشياخنا بلحظهم قبل قولهم، وبأخلاقهم قبل كلماتهم، وبآدابهم قبل نصحهم ووعظهم. هذه الأخلاق هي عنوان لهذا الدين، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الأخلاق هي سمة، وإن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وإصرار الشيخ الوالد الأب المعلم والمربي والناصح الأمين والمؤسس لهذه الدعوة، وشيخ من شيوخ الصحوة وحادي الركب، أن أتحدث بين يديه. أنا أعتبر نفسي كالخادم بين يدي سيده، وكالقطر يسبق الغيث، وكالنبت يسبق الثمر، ونحن بين أيديهم نتعلم، وعلى أعينهم نتربى. وأتذكر ما جاء في الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عندما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فنحن نتعلم منهم كلمات ومواقف. وأما النصيحة والموعظة التي هي لنفسي، فإن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي رواية بعدك، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. والله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنسان قد يغفل أو ينسى، أو قد يضل أو يزل أو يقل أو يشرد أو يبتعد، فتأتي آيات القرآن له مذكرة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم له موقظة، وأثار السلف وأخبارهم، ومواعظ العلماء ونصحهم ورفقهم وأدبهم يجدد العهد ويدل على الطريق الواضح الظاهر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نحن ننشد أن تتغير الدنيا، ونرغب أن يكثر الخير، ونطلب البر، وإننا نرجو الصلاح للبلاد والعباد. ولا صلاح ولا إصلاح إلا بصلاح القلب والقالب والفعل والقول والعمل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الحسن البصري: إن الله لا ينزع عنكم ما أنتم فيه من الكروب حتى تتوبوا إليه مما أنتم فيه من الذنوب. قال أبو كعب الأزدي: أردت أن أسافر الهند فجئت الحسن أستنصحه، فقلت له: أوصني. قال: أعز أمر الله حيثما كنت، يعزك الله حيثما كنت. قال: فلا زلت عزيزا حتى رجعت. بالإيمان يسمو الإنسان، وبالإيمان نصل إلى الجنان، بالإيمان ننجو من النيران. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بالإيمان تعمر الأرض وتكثر الخيرات وتهل البركات وتنزل الرحمات، وبالإيمان تقام العلاقات وتمتد الصلات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. بالإيمان تظهر النعم وتعظم المنن. بالإيمان تقال العثرة وتغفر الزلة، ويجبر الكسر ويرحم الضعف. بالإيمان يجد العبد حياة قلبه، ويتضح له دربه في سيره إلى ربه. حول معاني الإيمان وكيف يكون هذا المعنى هو سبيل نجاة، البعض يؤمل في الشرق والغرب، والبعض يؤمل في مظاهرات أو شعارات، والبعض يؤمل في خلافات أو مناشدات، أو في اعتزال وانطواء، أو في قوة وطغيان وبغي وعدوان واستقصاء. ونحن لا سبيل لنا ولا حيلة لنا إلا أن نعتصم بالكتاب والسنة. قل هذه سبيلي. إذا أردنا الدين والتمكين فلا دين بغير دين، ولا شريعة بغير شريعة، ولا تمكين بغير دين. قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلفوا
أخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كيف نتحصل على هذه النعمة؟ كيف نصل إلى هذه المنة؟ كيف نبلغ هذه الدرجة؟ كيف ننعم بهذه الحياة في طاعة الله؟ معاني إيمانية وآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأثار سلفية وأخبار صافية، حديث وافي وكلام شافي نستمع إليه بقلوبنا قبل أن نستمع إليه بآذاننا، من الشيخ الوالد والوالد الشيخ، من الشيخ الحبيب والمحب القريب إلى القلب الذي دلنا على الطريق بما كان من وعظه ونصحه ومؤلفاته كالبحر الرائق وكالثمرات الزكية ومن أخلاق السلف والتربية، مع شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ الدكتور الوالد الدكتور أحمد فريد، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله الذي رضي من عباده في اليسير من العمل، تجاوز له عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، في نهاية هذه الجولة الدعوية نختم بهذا البلد الطيب وهذه الوجوه الطيبة المشرقة المؤمنة المتوضئة المصلية، نتقدم بالشكر لكل من ساهم في إتمام هذا اللقاء على هذا الوجه الطيب، ونخص طبعا الشيخ علي غلاب وأخونا الحبيب الشيخ محمد غلاب والإخوة الذين تحركوا معنا في الدعوة، الشيخ فرحات الشيخ عبد الحليم، كما أشكر يعني شكرا خاصا يعني أخي الحبيب الشيخ أحمد الشريف، وقدمت بين يدي كلمتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريش ولا تقدموها، فعملت بهذا النص النبوي المبارك، فأحببت أن يتكلم أولا، ولكني لا أوافق على المدح الذي ذكره، وأنا ما قدمت من أجل أن يمدحني ولكنني قدمت من أجل أن ينتفع الناس به لمعانيه الرقيقة و كلامه الذي يعني هو من هدي السلف ومن بركات هذه الدعوة طيبة مباركة، والأئمة من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نطيل في المقدمة، تكلمنا في البراني عن ثمرات الإيمان وعن شجرة الإيمان، ونختم يعني هنا في ختام الجولة بكيف تزداد شجرة الإيمان، ونحن في حاجة يعني إلى أن نتعهد الإيمان في قلوبنا، يعني كفانا كلام عن العسكر 3 سنين والإخوان وغير ذلك يعني من الموضوعات والسياسة، وينبغي أن يهتم كل واحد منا بقلبه وأن يسعى في زيادة إيمانه حتى ينال ثمرات الإيمان وحتى يسعد
بجنات الرحمن عز وجل. ليس كل أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجد طعم الإيمان، ولكن يجد طعم الإيمان من أينعت شجرة الإيمان في قلبه، ومن أثمرت شجرة الإيمان في قلبه فإذا طابت الثمرة وجد حلاوة الإيمان. ولذلك علامات من ذلك يعني أن يرضى بالله ربا، يرضى بتدبيره وتقديره قضائه وقدره، أن يرضى بشرعه وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يرضى بسنته، يرضى بهديه، يحب أصحابه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه علامات على نضج الشجرة وعلى نضج ثمرات هذه الشجرة الطيبة، شجرة الإيمان. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالكلمة الطيبة لا شك هي كلمة لا إله إلا الله، والأرض الطيبة هي قلب المؤمن. فإذا ورثت هذه البذرة الطيبة كلمة لا إله إلا الله في قلب المؤمن تنبت هذه الشجرة الطيبة، وقد أثبت الله عز وجل لها كل ما يكون يعني من الطيب في الشجر، من ثباتها في الأرض، من ارتفاعها في السماء، من كثرة فروعها وكثرة أغصانها، من حلاوة منظرها، من كثرة ظلها ووافر ظلها، من كثرة ثمرها، من حلاوة ثمرها. فأشجار الدنيا الناس يتعهدونها طوال السنة وتثمر في موسم معين في شهر معين في السنة، ولكن هذه الشجرة، شجرة الإيمان، لا يكاد يمر على المؤمن وقت قليل حتى يجني ثمرة طيبة من ثمرات الشجرة الطيبة. فكيف نتعهد شجرة الإيمان في قلوبنا حتى تثمر الثمرات الطيبة؟ أول ما تنمو به شجرة الإيمان معرفة الواحد الديان عز وجل. فكلما ازداد العبد معرفة بالله عز وجل بأسمائه وصفاته بربوبيته وإلهيته، فإنه يزداد حبا لله، ويزداد توكلا على الله، ويزداد خوفا من الله، ويزداد رجاء في الله عز وجل. لما ذهب ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، اعتبروها قليلة، وقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فظنوا أنه لا يحتاج إلى كثير من العبادة. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، يقوم يعني طوال الليل يصل. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، يسرد الصيام. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، ولكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد يعني في الحديث أنه كلما ازداد علم العبد بالله عز وجل يزداد خشية، يزداد خوفا، يزداد توكلا، يزداد محبة، يزداد إخلاصا، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما أداة حصر في اللغة، كأنه لا يخشى الله إلا العلماء. وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى باغترار بالله عز وجل جهلا. وقيل الإمام الشعبي: عالم، قال: إنما العالم من يخشى الله، فالعلم هو الخشية. فنقول كلما ازداد العبد يعني علما بالله عز وجل يزداد إيمانا، ويزداد يعني حبا، ويزداد خوفا. السبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان هو تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكلما تدبر المؤمن القرآن يزداد إيمانا، بل كلما استمع القرآن وكلما قرأ القرآن يزداد إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فعلامة الإيمان الصادق يعني أنه يزداد عند سماع القرآن وعند تدبر القرآن. هناك علامة أخرى هي أنه إذا خوف بغير الله يزداد إيمانا بالله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالإنسان إذا أراد أن يختبر إيمانه هل هو إيمان صادق أو في شيء من النفاق أو الشك أو الريبة، ينظر إذا خوف بغير الله هل يزداد إيمانا ويزداد توكلا على الله عز وجل، ينظر إلى حاله مع القرآن هل هو يزداد إيمانا بسماع القرآن. فهذه علامات على الإيمان. فنقول إن السبب الثاني من أسباب نماء شجرة الإيمان تدبر القرآن. السبب الثالث من أسباب نماء شجرة الإيمان أن نعلم محاسن الإسلام. إسلام لو دخلت له من أي باب أتجده يعني فعلا إن الدين عند الله الإسلام، والله جل رضي هذا الدين للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الناس اللي بتظن أن الإسلام لا يصلح وبتظن أن الرجوع لحكم الإسلام ده رجوع لعصور الظلام، قلوبهم مظلمة من الإيمان، خالية من الإيمان. إذا كان اليهودي عارف يعني قدر تمام التشريع على قلب البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وأتى إلى عمر بن الخطاب وقال له لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر رضي الله عنه ما هذه الآية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر، وعمر هو عمر، فقال إني لا أعلم في أي ساعة نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم عرفة في حجة الوداع في يوم الجمعة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. بيقولوا الآية دي نزلت في عيدين من أعياد المسلمين، يوم عرفة وده عيد أهل الموقف، ويوم الجمعة العيد الأسبوع عند المسلمين، فوافق نزول هذه الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل رضي الإسلام دينا للبشرية. فاللي بيقول أنا علماني والأولى أنا ليبرالي وهذه مذاهب كفرية قائمة على تنحية الشريعة وتنحية الدين فهي لا دينية، يعني علمانية لا دينية أو الدنيوية أو الحياة بعيدا عن الدين. وبعضهم يستبعد يعني أنه يحرم من نعمة الإسلام فيقول أنا مسلم علماني أو أنا مسلم ليبرالي. نقول هذا كلام متناقض، إما أن تكون مسلما وإما أن تكون ليبراليا أو علمانيا، لأن لا يجوز أن تقول أنا مسلم لا دين لي، هذا كلام متناقض. فينبغي أن يتعزز الإنسان بالإسلام. والله عز وجل يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يتعزز بهويته الإسلامية. وكان سلمان يقول أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، يقول أنا مش بفتخر بقبيلة، ناس بتفتخر أنها من قبيلة كذا وقبيلة كذا، ويفتخر بانتمائه للإسلام فيقول أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم.
فنقول لابد أن نعرف أن هذا الدين يعني مهما دخلت من أي باب، من باب العقائد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نقاء في العقيدة وتوحيد خالص. لو دخلت من باب العبادات، شوف العبادات الكبيرة، أمهات العبادات في الإسلام، شوف الصلاة والزكاة والصوم والحج. الصلاة كان فيها من الإقبال على الله والخضوع لله عز وجل، الإنسان يضع جبهته أشرف يعني جزء فيه على التراب لله عز وجل، ولا يجوز أن ينحني لغير الله، ولكن الله عز وجل يضع جبهته على التراب لله عز وجل. وكان في الصلاة من تفريج للهموم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة. صلاة فيها راحة وفيها سكينة، فيها إقبال على الله عز وجل، كما قال بعض السلف: كنت إذا أردت أن يكلمني الله قرأت القرآن، وإذا أردت أن أكلم الله دخلت في الصلاة. انظروا إلى الزكاة، قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيها من سد خلة الفقير وقضاء ديون المديونين، وكان فيها من تزكية لنفس الغني ما يتعود على الإنفاق وإخراج من ماله، وكان فيها من تزكية للمجتمع يعني من حسد الفقير للغني، وذلك سميت زكاة لأنها بها يزكو المال وينمو المال، وتزكو نفس المتصدق، ويزكو يعني قلب الفقير من حسد الغني. انظروا إلى الحج مثلا، الناس تجتمع العربي والتركي والفارسي من كل أجناس الأرض بالأشكال المختلفة وألوان مختلفة ولغات مختلفة في مكان واحد وبزي واحد، إزار ورداء، وبتلبية واحدة: لبيك اللهم لبيك، وفي أماكن واحدة ينتخلون، كأنه المؤتمر السنوي للمسلمين، يتعرفون يعني بعضهم على بعض ويدرسون يعني مشاكل المسلمين ويستشعرون بأن أمتهم أمة واحدة. انظروا مثلا إلى الصيام، يعني كم فيه من فوائد يعني إيمانية. شيطان يجب ابن آدم مجرى الدم، فالإنسان مع الصيام بتنكسر الشهوة، ومع الصيام يعني كذلك الإنسان يستشعر نعمة الطعام والشراب التي يتقلب فيها، وكذلك يحس بألم الجوع فيحس بألم الفقير الذي يعني هو محروم من الطعام والشراب يعني أكثر السنة. فكل العبادات يعني فيها يعني من الفوائد العظيمة والحكم الربانية. انظروا بجانب الأخلاق، الإسلام يأمر بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، يأمر بالصدق، يأمر بالوفاء بالوعد. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فتجدون كل الأشياء المحرمة أشياء النفس المستقيمة تنفر منها، يعني مثلا إطلاق البصر يعني ينافي المروءة، وعنترة بن شداد لم يكن مسلما ومع ذلك يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. يعني هو بفطرته يستشعر أن إطلاق البصر هذا نوع من الخيانة ونوع من الغش ونوع من الاعتداء. فنقول أن الإسلام يأمر بكل ما تحبه الفطر السليمة والنفوس المستقيمة، ويكره يعني كل ما تكرهه أيضا فطر السليمة والنفوس الزكية. فدراسة محاسن الإسلام من أسباب نماء شجرة الإيمان التعرف على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وكان يكفي من عاصر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى وجهه فيعتقد صدقه، كما قال حسان بن ثابت: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. لو ما كانش جاء بالمعجزات لكان الناظر إلى وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعتقد صدقه، وهذا ما حدث من عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود في المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يختلف في بستان، يختلف يعني يجمع الثمار،
فتعجل وذهب ومعه الثمار ونظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسمع منه شيئا. مجرد نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد بأن وجهك ليس بوجه كذاب، ودخل في الإسلام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع من عنده من اليهود وأن يسألهم على عبد الله بن سلام، فسألهم عن عبد الله بن سلام فقالوا خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا، فقال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليفعل ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا واليهود قوم بهت. فأيضا دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال ابن حزم يعني سيرته يعني معجزة من معجزات، تجد رجلا يعني لم يغدر مرة ولم يخن مرة. لما جابوا له عبد الله بن أبي الصرح لما كان ارتد عن الإسلام وأتى أراد أن يرجع مرة ثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن مبايعته يعني أملا في أن يقتله أحد لأنه ارتد عن الإسلام. فلما لم يقتله أحد النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه، فلما قال للصحابة أنه أمسك عن مبايعتي لعل أحد يقتله، فقال له أحدهم هل غمزت إلي؟ وجرد يغمز له كده قال ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين ويغمز يعني لأحد. فالأنبياء أصدق الناس. لما قالوا يعني أحد الناس يعني وصاحب قوما وأخذ قتلهم وأخذ مالهم وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أما الإسلام فأقبل وأما المال فليس لي يعني منه شيء، يعني لم يقبل هذا المال أنه أخذ غدرا. فأشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. الناس الصحابة خرجوا غزوة حنين كانت بعد فتح مكة، فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة وحنين كانت في شوال من نفس السنة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000، 10,000 أتوا معه من المدينة وانضم له 2,000 من مسلمة الفتح بقى 12,000. فبعض الصحابة قال إن احنا إيه لن نهزم اليوم من قلة، قالوا احنا 12,000 ده احنا ما كنا 319 هزمنا المشركين وعددهم 1,000، فزي احنا 12,000. وخرج بعض الصحابة حسر يعني دون دروع على صدورهم، وكانت هوازن رماة كمنوا في الجبال وأمطروا المسلمين بوابل من النبل لا أسهام زي المطر. ففر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أشجع الناس، هم يفرون وهو يتجه بدبته ناحية القوم ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وهم يكفون الدبة لئلا تسرع. ثم أخذ يعني كفا من حصى وألقاه في وجه القوم وقال شاهت الوجوه، وقال انهزموا ورب الكعبة. أيضا معرفة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا المعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن، كما قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات يعني من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات أي من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. ورجاء مقبول هو أكثرهم تبعا يوم القيامة، بل أمته نصف أهل الجنة. فنقول المعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن، لأن هذه المعجزة باقية، يعني إلقاء العصا لموسى تنقلب حية شاهد هذه المعجزة من عصرها. مثلا عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فشاهد هذه المعجزات من عصرها، ولكن معجزة القرآن مستمرة وباقي التحدي. وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثل، تحداهم بالقرآن كله فلم يخدروا، تحداهم بعشر سور فلم يقدروا، تحداهم بصورة واحدة وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وطبعا أعداء الإسلام جاهدون في محاربة الإسلام، ومع ذلك إلى يومنا هذا
ما جرؤ أحد وقال يعني بأنه يقبل هذا التحدي وأتى بصورة بمثل القرآن، حتى لو أقصر صورة، لو صوت الكوثر مثلا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات حسية يعني فاقت معجزات كل الأنبياء، كما قال الإمام الشافعي: ما أعطى الله عز وجل نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم. فقيل: أعطي عيسى إحياء الموتى، قال: أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجذع. فالميت ده كان حيا في وقت من الأوقات، ولكن الجذع اليابس، جذع نخلة كان في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يستند عليه، فلما كثر الناس وصنعوا له المنبر ترك الجذع وصعد المنبر، فظل الجذع يخور خوار الرضيع إلى أمه، مثل الصبي الذي يسكت، زي الصبي الذي يصيح يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل ويحتضن الجذع ويقول: لو لم أحتضنه لظل يخور إلى يوم القيامة. والحسن البصري يقول: هذه خشبة حنت إلى رسول الله تألمت لفراق نفسه، خشبة حنت وبكت تألما لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تحن قلوب المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من معجزاته أيضا نبع الماء من بين أصابعه، وهذه أبلغ في الإعجاز من ضرب موسى بعصاه الحجر، فانفجرت منها أو منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. فخروج الماء من بين الحجارة أمر معهود، في الجبال بيبقى في ثلوج بتذوب أو عيون بتخرج يعني ماء، ونجد ماء ينبع من بين الجبال، ولكن ينبع الماء من بين اللحم والشحم والأعصاب والعظم في أكثر من حديثة، منها في صلح الحديبية لما وجد الماء قليل وأتي له بركوة يعني علبة فيها قليل من الماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الماء فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وتوضأ الصحابة وكانوا 1400 صحابي توضأوا من الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. من معجزاته الحسية يعني أيضا تسليم الحجر عليه، كما ورد في صحيح مسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. يعني كل ما يمر على الحجر ده يقول له: السلام عليك يا رسول الله. وبعضهم يقول هذه من إرهاصات النبوة، إن الحجر يسلم عليه بالرسالة يقول له: السلام عليك يا رسول الله. من معجزاته انقياد الشجر له، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته فما وجد شيئا يستتر به، فأخذ بغصن شجرة وقال: انقادي علي بإذن الله، وتحركت معه الشجرة، ثم أمسك بغصن شجرة أخرى وقال: انقادي علي بإذن الله. فتحركت معه فقال: التئم بإذن الله، فالتأمت فاستطر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. من معجزات تكثير الطعام يعني بين يديه، وتسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. من معجزات أنه كان يخطب الجمعة فدخل داخل من باب المسجد وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، فقد هلك الزرع والضرع. أنتم تعرفون أن أهل البادية يعيشون على ماء السماء، هم والبهائم والأرض والكل يعني يعيش على، فدخلوا عليه وقالوا: ادعو الله أن يسقينا، فقد هلك الزرع والضرع، ما فيش في السماء قزعة، قزعة يعني قطعة من السحاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فأتت سحابة يعني كالترس عظيمة، وما رأوا الشمس سبتا، والعرب كانوا يسمون في المدينة يسمون الجمعة سبت، لأن اليوم المعظم عند اليهود كان يوم السبت، فكانوا يطلقون على الأسبوع سبت. فظل المطر مستمر طوال الأسبوع حتى دخل هذا الداخل أو غيره من باب المسجد وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يرفع عنا المطر، فقد هلك الزرع والضرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، ما يشير بإصبعه إلى ناحية من السماء إلا تفرجت وذهب ما فيها من سحاب، وخرج الصحابة يمشون في الشمس.
طبعا هذه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال قائل نحن مؤمنون به فمش محتاجين نحن نعرف هذه المعجزات، نقول إن الإيمان يزيد وينقص كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فكلما عرفت من الأدلة ومن البراهين يزداد الإيمان، وهذا هو المراد، احنا بنغذي شجرة الإيمان في قلوبنا. فإيمان الصديق ليس كإيمان عوام المسلمين، يعني لو وضع يعني إيمان الصديق في كفة وإيمان الأمة في كفة رجح إيمان الصديق، فنقول إن معرفة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة سيرته، معرفة شمائله، شرف نسبه، أشرف نسب في الوجود نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف موطن هو موطن النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، فنقول معرفة يعني هذه تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني الله عز وجل يقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم مما يزيد الإيمان. من أسباب زيادة الإيمان أن نتعهد أنفسنا بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، كما ورد في الحديث الولي في صحيح البخاري، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني بعد أن يستكمل الفرائض يبدأ يتحبب بالنوافل، في نوافل في الصلاة زي ال 12 ركعة، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الصبح، في قيام الليل أفضل صلاة بعد مكتوبة قيام الليل، في سنة الضحى، في نوافل في الصيام الاثنين والخميس، الأيام البيض 13 14 و15، يوم عرفة، يوم عاشوراء، صيام يوم وإفطار يوم، نوافل الحج والعمرة، العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، نوافل في الصدقة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالإكثار من النوافل بعد استكمال الفرائض في الشك أنه يغذي أيضا شجرة الإيمان وتنمو بذلك شجرة الإيمان. من أسباب نماء شجرة الإيمان أن نحيا في أجواء إيمانية وأن نتنفس هواء الإيمان، كما ترون أن الشجر الذي يثمر في الصيف إذا أتى عليه برد الشتاء يتساقط الورق، تبقى الشجرة كأنها يعني ما تشوف العنب مثلا أو تشوف التين أو كأنها خشب يعني في الشتاء، ثم إذا اقترب الصيف تبدأ تورق يعني من جديد وتزهر وتثمر. فكذلك شجرة الإيمان لما تلاقي الجو المناسب لها زي دروس العلم مثلا، تشيع الجنائز، عيادة المرضى، جو مكة والمدينة، جو الاعتكاف، ما تجد هذا الجو الملائم للإيمان تترعرع شجرة الإيمان. وإذا جلس الإنسان في المجالس فيها اختلاط ماجن، فيها غفلة، فيها استهزاء بالشرع، تذبل شجرة الإيمان وتضعف شجرة الإيمان. فالإنسان إذا أراد أن يحرص على شجرة الإيمان وأن تنمو شجرة الإيمان في قلبه فعليه يعني أن يعرضها لأجواء الإيمان ويتنفس هواء الإيمان. من أسباب نماء شجرة الإيمان يعني كذلك التفكر في مخلوقات الله عز وجل، وقد نهانا الله عز وجل أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتفكر في ذات الله، لأن العقول أقل وأنقص وأحقر من أن تتفكر في ذات الله، شفقة على العقول لأن العقول ممكن أن تنتهلك. فكما ورد في الحديث تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله، فإن الله خلق ملكا قدماه في الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا، ملك ملائكة الله، قدماه في الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا، ما بين ركبتيه إلى عقبيه، العقب هو مؤخر القدم اللي بيقول عليه احنا الكعب، ما بين ركبتيه إلى عقبيه مسيرة 600 عام، وما بين عقبيه إلى أخمص قدميه مسيرة 600 عام، 600 سنة. قال والخالق أعظم من المخلوق، كان هذا مخلوق لله عز وجل فكيف بالخالق عز وجل. وقال أيضا في الحديث الصحيح أو الحسن
أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، عاتق الكتف، تخفق الطير، يعني تطير الطير 500 عام، يعني المسافة دي بس في الملك تطير الطير 500 عام. فإذا كان المخلوق بهذه العظمة فكيف بالخالق عز وجل؟ فالتفكر في مخلوقات الله يوصل إلى الإيمان بعظمة الله عز وجل. العلماء يقولون إن الكرة الأرضية يعني ما هي إلا رملة في صحراء موحشة، يعني في بلايين يعني الكواكب والنجوم في السماء، وبعض هذه الأجرام السماوية قد الأرض 1,000,000 مرة. يعني شوف أنت حجمك قد إيه على الكرة الأرضية، والكرة الأرضية نفسها رملة في صحراء موحشة. فنقول إن التفكر في مخلوقات الله يوصل يعني إلى الإيمان بعظمة الله عز وجل. من أسباب نماء شجرة الإيمان يعني كذلك كثرة ذكر الله عز وجل، أن الذكر هو الباب المفتوح بين العبد وبين ربه عز وجل، ما لم يغلقه العبد بغفلته، كما قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء، في الصلاة وفي الذكر وتلاوة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. فتجدون الصلاة مثلا لها أوقات معينة، صيام شهر معين، الحج في أوقات معينة في السنة، ولكن ذكر هو الباب المفتوح بين العبد وبين ربه، فيذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فنقول والذكر هو الغذاء لشجرة الإيمان السهل، يعني ممكن وانت ماشي في الطريق تذكر الله وتتقود السيارة، وإذا كان إنسان بيشتغل في الأرض أو عامل قدام ماكينة مثلا أو يعني أي عمل لا يحتاج إلى شغل قلب ولسان، يمكن أن يحرك لسانه وبذكر الله عز وجل، ويقول بأن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك. قول أن الستار إذا كشف عن ثواب الأعمال يوم القيامة ليجد الناس عملا أكثر ثوابا من الذكر، فعند ذلك يتحصر ناس وهم كثير فيقولون ما كان شيء أيسر علينا من ذكر الله عز وجل، وسوف ترى حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار. فنقول أن الذكر يعني أمر سهل، إنسان ممكن يحرك لسانه 5 ساعات 6 ساعات 10 ساعات، ولكن ما يستطيع أن يحرك يده مثلا بهذه المدة أو رجله. فالإنسان لا يبخل على نفسه بالثواب، والثواب اللي ترتب على الذكر يعني أكثر من غيره من الأعمال. وذلك يقول ابن مسعود: لأن أسبح الله عز وجل تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. يعني لو سبحت 100 تسبيحة أفضل من أن أتصدق ب100 دينار، دينار العملة الذهبية، يعني من الإيه من أتصدق 100 دينار. فنقول أن الذكر أيضا يغذي شجرة الإيمان. مما يغذي شجرة الإيمان يعني كذلك المشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل، والإخوة الدعاء إلى الله عز وجل يعرفون يعني كيف يزداد الإيمان بالدعوة إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقول نضر الله امرأ دعاء بالنضارة، نضارة الوجه والجوارح. وذلك يقول سفيان بن عيينة: لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا في وجه نضرة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يقولون بأنه يعني نضر الشريعة بأن جعلها غضة طرية عندما حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه. وأنا أقول أيضا وهذا من باب الأولى، هو نضر قلوب الناس بشرع الله، لأن الشرع هو الروح وهو النور: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا يمكن أن تكون هناك حياة بدون روح، فالشرع هو الروح، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فكما أن الداعية أحيا قلوب الناس ونضر قلوب الناس بشرع الله، فالله عز وجل يكافئه بأن ينضر قلبه، أن ينضر
يعني وجهه، فلا تجد أحد من أهل الحديث إلا في وجهه نظرة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب نماء شجرة الإيمان تنقيت الشجرة. الواحد لو ساب الأرض بالحشائش اللي فيها والنباتات الغريبة بتعود على يعني على الشجر الموجود بالنفع، ولكن لو ترك هذه الحشائش والنباتات الغريبة تضعف يعني الشجرة، فلا تكاد يعني تثمر أو تثمر ثمرا يعني ضعيفا. فالإنسان ينقي قلبه يعني من الغش للمسلمين، من الحقد عليهم، من الرياء، من العجب، من الكبر. فهذه جملة أسباب يزداد بها الإيمان. فنسأل الله تعالى يعني أن يوفقنا وإياكم ولما يحب ويرضى، وأن يعيننا على طاعته.